بائعو الفل والجمال والفرح مسميات لمعنى واحد يعني هذه العقود المتدلية جمالا والفواحة عطرا وعبيرا. في مأرب يتوزع وينتشر بائعو الفل في شارع صنعاء كمهنة يعملون فيها منذ سنوات، وتحظى بإقبال كبير كرمز وقرين للأفراح والتخرج والهدايا والفرح. الفل يعتبر نوعا من الزهور الذي يمتلك رائحة عابقة، نستخدمه في المناسبات المميزة إثر عاداتنا وتقاليدنا، في الأفراح والمناسبات حين نذهب لالتقاء الأصدقاء وحفلات التخرج والأعراس، له ذكرى عزيزة عندنا. ويقول العاملون في هذه المهنة إنهم يستوردون هذا الفرح الفواح من محافظات الحديدة ولحج وأبين ومارب، ولا يغيب عن الأسواق على مدى العام، لكن بنسبة أقل من سبتمبر وحتى شهر أبريل ليكون الصيف أيام ربيعه وذروته. ويصنع الفل على هيئة وشاكلة عقود تعلق على الأعناق وتاج على الرؤوس، يمنح هدايا للأقارب والأصدقاء في مختلف المناسبات الفرائحية. بالنسبة للفل، هو زراعة الفل يكون في الصيف، هو موسمه في الصيف طبعا، أما في الشتاء فهو يخف. وبعدين الفل يستخدم في جميع، في الأعراس، في الحفلات، في جميع المناسبات يدخل الفل. ومحافظة الحديدة معروفة بالفلها بتصحيح تصميمها، تتفوق عن جميع المحافظات من حيث التشكيلة طبعا والتصميم. هذه محافظة الحديدة وهو مصدر رزق يعني لجميع أكثر من أسر تامية، بس في صعوبات شويه الايام دي. معنا الصعوبات بالنسبه لنقل الفل من محافظه واحده اللي هنا ما اعرف، صعوبات في الخط و زي ما انت عارف مشتقات نفطيه وغيره وغيره، والكرا يعني ده المشوار مبلغ وقدره، وهنا يصل يختلف الفرق ما بين هنا وهناك، صعوبه جدا جدا جدا. وكغيرهم من الباعه المتاثرين بالوضع الاقتصادي وتدهور العمله ومشقه الطرقات وصعوباتها، يعاني المشتغلون ببيع الفل من كل ذلك، إلا أنهم يحرصون على تنظيم هذا الجمال ونثره وبيعه. الصعوبة اللي تواجهني فارق الصرف، وثانية العمولة، والفل يجي من الحديدة نحمله من فرزة لا فرزة لا مارب، ولا مارب نبيعه للحفلات التخرج، المناسبات، الإرسان، لأي شيء. الفل ريحته طيبة. وخلال الأعوام الفائتة مثل الفل طابع الفرح الأبرز في المدينة، إذ لا يقام احتفال ولا يعزف فرح إلا والفل كزهرة وزينة وعطر هو الحاضر الأبرز الذي يجسد معنى الصداقات والهدايا والفرح.